ماشي. طبعا دلوقتي طبعا اكتب مثلا انتر انتر تنجز بقى يور سكند سكند ادريس ادريس تمام. طبعا انا لازم اكتب انبوت وهنا برضك لازم اكتب انبوت ادوس دلوقتي رن هيطلع لي العنوان العنوان الاول مثلا اقول ايه مثلا مثلا 100 180 النزهة ستريت ال نزهة النزهة ستريت ستي بس تمام. اكتب ستي بس ادوس التانية هيقول لي طبعا فين فين العنوان التاني اقول له مثلا ايه 25 ال 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 الحرية ستريت الحرية ستريت مثلا يعني الستين ستريت تمام. وبس كده يعني انا كده دخلت البيانات الاول اسمه رقم التليفون وبعد كده العنوان بتاعه تمام. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.